منذ الصغر وإلى يومنا هذا. كلنا بحثنا عن تلك الرواية، عن تلك الحقيقة، ولا زال السؤال الذي كنا نخشى طرحه يجول في أذهاننا: ماذا قبل آدم؟ هل حقا ما يقولونه صحيح؟ هل سكن هذه الأرض بشر قبلنا؟ هل كان هناك بشر قبل أن يبدأ دورنا نحن؟ وإن صح ذلك، هل سنصل إلى تلك الرواية الدائعة ونعرف الحقيقة؟ نحن أبناء من؟ قصة النسل. بحسب ما تعلمناه في مراحلنا الدراسية وما هو شائع ومعروف بل ومحسوم في بعض الأحيان، كل بني البشر هم من نسل آدم وحواء عليهم السلام، هم أول البشر على الأرض. ولكن هل خطر في بالكم يوما هذا السؤال الذي يدور في أذهان أغلبنا؟ إن كان أضواء هذه البشرية هم مخلوقات بشرية الأولى والحصرية على هذه الأرض، بحسب ما هو متعارف عليه آدم وحواء، وحتما إن من جاء من ذريتهم أي كل أبنائهم أخوة، إذن كيف تناسلوا؟ هل فعلا نحن نتاج زواج أخوة أم أن الموضوع يحتمل تأويلات أخرى؟ وإن كان أبناء آدم أي قابيل وهابيل أول النسل، وقابيل قتل هابيل في القصة المعروفة والموثقة في الكتب السماوية، فإذا وعلى هذا المنوال هل نكون نحن أولاد القاتل؟ هذه الأسئلة تستدرج أسئلة أخرى تبحث عن إجابات. المحطة الأولى نظرية ما قبل الآدمية، فإن كان من المتفق عليه بحسب الأطروحات العلمية والدينية على حد سواء أن عمر آدم على الأرض ما بين 14,000 عام و40,000 عام على أكثر تقدير، فمن أين انبثقت النظريات والمعلومات التي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف مسمياتها حول آثار قديمة وأحافير يعود عمرها لأقدم من هذا بكثير، ونتكلم هنا عن ملايين السنين، لا ليست أحافير الحيوانات انقرضت قبل ملايين السنين بل لبشر أيضا. نعم كما سمعتم، أحافير بشرية قدرها العلماء بملايين السنين، فمنهم هؤلاء. هل هناك حقا أقوام سكنت الأرض قبلنا أي قبل آدم؟ وهل أكد العلم والدين لنا؟ بث البشرية موضوع شغل عقول العلماء منذ قديم الزمان وصولا إلى يومنا هذا، فقصة الخلق لديها تفرعات ونسخ مختلفة، كل حضارة لديها قصة مختلفة. أما الكتب السماوية الثلاث فقد اتفقت على أمر واحد، أول البشر وأبوهم هو آدم، القصة معروفة بدءا من خلق آدم من طين وحواء من ضلع، فسكنوا الجنة وخطيئتهم الشهيرة التي أفضت إلى هبوطهم إلى الأرض وبدء البشرية، وبالتالي أضحى آدم هو أول البشرية على الأرض. ولكن الاكتشافات العلمية والأبحاث لديها رأي آخر، فما تم اكتشافه من آثار ومستحثات على سطح المعمورة بشكل عام أشار إلى وجود جنس بشري، أو بالأصح بشراني أو هومو كما أطلق العلماء عليه. هذا الجنس يتشابه مع البشر الحاليين بشكل كبير، بل بحسب الأبحاث والأوراق العلمية المنشورة إن الإنسان الحديث يصنف ضمن هذا التصنيف الحيوي. هذا الجنس أي الهومو استوطنوا الأرض بحسب العلماء منذ ملايين السنين،
العلم قسم هذا الصنف البشري من الأقدم وصولاً إلى الأحدث. التصنيف كان كالآتي: إنسان الماهر، إنسان بحيرة رودولف، إنسان جورجي، إنسان العامل، إنسان المنتصف، إنسان سيبرانو، إنسان روديسيا، الإنسان السل، إنسان هايدلبيوك، إنسان نيادراتال، وإنسان هومو، وإنسان روديسيا، وإنسان يورس، والإنسان العاقل القديم، والإنسان العاقل الحديث، والذي تندرج تحته البشرية الحالية. طبعاً الكثير من الدراسات والأبحاث أقيمت على هذه الأحافير والهياكل العظمية المكتشفة، وبالأخص من ناحية إيجاد القواسم المشتركة بين هذه الأجناس والجنس البشري الحالي من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديد الأسباب التي أدت إلى انقراض هذه الأجناس واحدا تلو الأخرى. لنبقى نحن الفئة الأخيرة والناجية على وجه الأرض، ولكن أبرز الأحداث تناولت أحد هذه الأجناس بالتحديد، وأتكلم هنا عن إنسان نياندرتال. تجول هذا الإنسان في أوروبا وآسيا الغربية وصولا إلى بلادنا العربية، وتحديدا ليبيا وفلسطين. الدراسات التي نشرت على الكثير من المواقع العلمية وغير العلمية على حد سواء أكدت أن هذا الإنسان قد عاصر بشكل أو بآخر الإنسان العاقل الحديث. أبقوا هذه المعلومة في أذهانكم، فلها تابع في الحلقة. بالطبع هذا الإنسان حاله كحال من سبقوه من البدائيات جدا. الدراسات أكدت مهارتهم في الصيد والمطاردة تبعا للأدوات التي اكتشفت مع الأحافير في دراسة نشرت على موقع البي بي سي. هذا التواصل فتح باب أمام نقطة جدلية بامتياز سنصل إليها بالحلقة. أول بحقورة اكتشفت لهذا الإنسان كانت عام 1856، ومنذ ذلك الوقت والأسرار تحيط بذلك الجنس. وبالطبع مع تطور العلم والتكنولوجيا بدأت الأسرار تتكشف تباعا، ولعل أبرزها تحديد DNA الذي ساعد العلماء على وضع خريطة جينية لهذا الإنسان. والمفارقة كانت إن آخر التحليلات بحسب ما ورد على موقع صحيفة ساينس العلمية أظهرت إن الحمض النووي للإنسان نياندرتال مشابه للحمض النووي للإنسان العاقل الحديث بنسبة 99%. الأمر الذي أعاد فتح موضوع قديم وحديث في نفس الوقت، نظرية مثيرة للجدل بشكل كبير، نظرية ما قبل الآدمية. هذه النظرية ورغم شيوعها في العصر الحديث إلى أن جذورها تعود إلى عصور قديمة من القرن الرابع الميلادي، ننتقل إلى القرن التاسع الميلادي. وما تلاه في هذه الفترة كان الإسلام قد انتشر، ومفهوم آدم أبو البشرية راسخ في الديانة الإسلامية كحال اليهودية والمسيحية. ولكن ظهرت فكرة أخرى لدى الجماعات الإسلامية عن خلق الله تعالى لأكثر من آدم قبل آدمنا المعروف. ولكن ظهرت فكرة أخرى لدى الجماعات الإسلامية عن خلق الله تعالى لأكثر من آدم قبل آدمنا المعروف، وكل منهم قاد بني جنسه لفترة معينة لا
لاقت معارضة شديدة وصفت بالهرقطة. الشاعر والفيلسوف وعالم الرياضيات الإيطالي جوردانو برونو كان له رأي آخر في هذا الموضوع، فقد أورد في إحدى أوراقه البحثية الصادرة عام 1591 إنه بسبب عدم تصديق أحد إن اليهود والأثيوبيين ينحدرون من نفس السلالة، فالرب يجب أن يكون قد خلق أكثر من آدم في نفس الوقت، أو إن الأفارقة هم الخلف لشعوب ما قبل آدم. طبعاً الكلام هنا بحسب نظرية الفيلسوف الإيطالي. وفي هذا العالم عاش بشر قبل آدم، وهو ما عرف ما قبل الآدمية. هذه النظرية داع صيتها مع مرور السنوات، وقد استخدمها بشكل كبير دعاة العنصرية وتفوق الأعراق. فهؤلاء وانطلاقاً من هذه النظرية يرفضون بشكل قاطع أن يكون هناك أي عرق غير العرق الأبيض منحدراً من نفس آدم. وإلى يومنا هذا ما زال الكثيرين من العلماء والكتاب والباحثين يعتمدون على هذه النظرية لإجراء أبحاثهم، ولكن لا أحد استطاع حسم أمر وجود بشر قبل آدم من الناحية العلمية على الأقل. حتى الآن الأبحاث قائمة والدراسات تنتشر بين الحين والآخر. المحطة الثانية، النظرية الإسلامية. إذن ما رأي الأديان السماوية كلها وبالأخص ديننا الإسلامي في هذه المعضلة الغامضة؟ هنا محطتنا التالية. إذن كما أسلفنا، الكتب السماوية أوردت قصة خلق آدم عليه السلام وبدء الخليقة معه، طبعا مع بعض الاختلافات بينها. أما فيما خص موضوع وجود بشر قبل آدم على وجه المعمور، فهو الآخر لم يجد له حسم ديني إن كان في اليهودية أو المسيحية. الخلاف قائم بين أبناء الجلدة الواحدة، ففي الديانتين نجد طرفا يرى بأن آدم هو البشر الأول على وجه الأرض استنادا إلى النصوص الواردة في الأسفار القديمة والحديثة والتوراة والأناجيل، وطرف آخر ربط نظرية ما قبل الآدمية مع النصوص الدينية في محاولة منه لتفسير بدء النسل والتزاوج بين البشر، تماما كما هو الحال في الديانة الإسلامية. هذا الموضوع أخذ حيزا كبيرا ما بين مؤيد ومعارض، والملفت للأمر إن كلا الطرفين قدما دلائلهما استنادا إلى نفس الآيات الكريمة بحسب تفسيره. نبدأ مع الطرف الرافض لفكرة وجود بشر قبل آدم في هذه الأرض. هذه الفئة أو المجموعة ترى في هذه الفكرة كفر وتكذيب لما ورد في قرآننا الكريم، وخصوصا في الآية 30 من سورة البقرة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. والآية 71 من سورة صاد من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين. في هاتين الآيتين بالإضافة إلى الكثير من الأحاديث النبوية دلالة واضحة بحسب رأيهم على أنه آدم هو أول البشرية وهو أول خلق الله من البشر على الأرض. والآية 30 من سورة البقرة يستشهد بها أيضا المؤيدين لوجود بشر قبل آدم،
إضافة إلى الآية 15 من سورة قاف في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فتفسير أو تأويل هذه الآية بحسب هذه الفئة: إن الله خلق وسوف يخلق بعد هذا العالم والخلق أجناسا أخرى يوحدونه ويعبدونه، لذلك فإنه من الوارد أن يكون الله تعالى قد خلق قبل آدم جنسا من البشر يختلفون عن بني آدم في بعض الصفات وأبرزها العقل والإدراك. وأيضا يستدل هؤلاء المفسرون بالآية 33 من سورة آل عمران في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالاصطفاء يكون لشخص أو لأشخاص على مجموعة أشخاص آخرين من نفس الجنس، فعلى من اصطفى آدم إن كان البشري الوحيد الجواب بحسب رأيهم على البشر الذين سبقوه في الأرض، فهو البشر العاقل الذي منحه الله العقل والإدراك والقدرة على الكلام بخلاف الأقوام والأجناس التي سبقته، فأضحى هو آدم المصطفى عليه. أما فيما خص الآية 30 من سورة البقرة وموافقتها لفكرة البشر ما قبل الآدمية، فالكلام للمفسرين المؤيدين لهذه الفكرة: هؤلاء يرون في قول الله تعالى للملائكة إنهم جاعل في الأرض خليفة دلالة واضحة على الأمر، فالخلف يخلف السلف، إذن لا بد من وجود خليفة على الأرض ليخلفها آدم بحسب الآية، خليفة من نفس الجنس والنوع. وبهذا الصدد يرد الرافضون لفكرة بأن لفظ خليفة هنا قد تعني الذي يفصل بين الناس فيما سيقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارم والمآثم، أو إنه سيخلف من سبقه على الأرض من مخلوقات وليس البشر بحسب رأيهم بل مخلوقات الجن وغيره. وهنا برز دليل آخر، الآية تخبرنا إن الملائكة أخبرت الله إن الخليفة سيفسد الدماء ويفسد في الأرض، فمن أين علموا ذلك؟ المؤيدون للفكرة فسروا الآية على إن الملائكة قد شاهدت بالفعل الأقوام التي سبقت كيف عاثت في الأرض فسادا وقتلوا بعضهم البعض، الأقوام التي لم تتمتع بالعقل والإدراك الآدمي الذي خص به الله آدم وذريته. الرد كان جاهزا من الطرف الآخر، فقد فسروا الآية بتفسيرين: الأول قد يكون الله قد اطلع الملائكة على بعض من علم الغيب فيما خص المآسي والمصائب وسفك الدماء التي سيرتكبها بنو الآدم على الأرض على مر الأزمنة القديمة منها والحاضرة والمستقبلية، وسفك الدماء واضح على مر العصور والحقبات. التفسير الثاني هو الذي ذهب به أغلب من يرفض فكرة البقاء ما قبل الآدمية، أي سفك الدماء هنا كان لمخلوقات التي استوطنت الأرض قبل جنس آدم وتحديدا الجن، ليكون السؤال المضاد جاهزا: كيف يسفك دم الجن وهم مخلوقات من نار بحسب ما هو متفق عليه؟ فيبقى بذلك التساؤل قائما من الناحية الدينية: هل هناك بشر قبل آدم أم لا؟ وإن صح وجودهم فهل كان لهم دور في تناسل البشرية؟ موضوع النسل هو الآخر موضوع مثير للجدل بامتياز، فكيف بدأ النسل؟ الكتب السماوية تخبرنا إن آدم هو أول البشر على الأرض، هو وزوجته حواء، وأخبرتنا بقصة ابني آدم قابيل وهابيل.
وأوردت موضوع أول جريمة على وجه الأرض، قتل قابيل لأخيه هابيل. القرآن الكريم لم يذكر سوى ابني آدم، فإن كان هابيل الطيب المؤمن قد قتل، فهل نحن إذن أبناء القاتل وذريته؟ والأهم من ذلك، هل البشر نتاج زواج أو تزاوج حرمة الأديان السماوية، أم أن الموضوع يحتمل تأويلات أخرى؟ المحطة الثالثة، تزاوج أبناء آدم. السؤال الأبرز والأهم، كيف بدأ النسل؟ الأجوبة والنظريات هنا كثيرة، يجدر لي أن أذكر أن العلم لم يبحث بالموضوع واكتفى بالبحث عن أصل البشرية. أما ديننا فالتأويلات كثيرة. أولى هذه النظريات نصت على التالي، بعد هبوط آدم على الأرض بدأت عملية التناسل، فكانت حواء تنجب في كل بطن توأم ذكر وأنثى، وعند سن البلوغ والزواج كان آدم بوحي من ربه يزوج الذكر من البطن الأولى بالأنثى من البطن الثانية، وهكذا حتى كثر بنو آدم. فأمر الله تعالى بتحريم زواج الأخوة حينها، فرضية أخرى شملت زواج الأخوة ولكن بشكل حصري. بحسب هذه الفرضية، الله تعالى أمر آدم بتزويج الأخوة ولكن لمرة واحدة فقط، أي لأول زوج من أولاده، وهم بطبيعة الحال قابيل وهابيل. فتزوج هابيل توأم قابيل الجميلة، وتزوج قابيل توأم هابيل القبيحة، فكانت بداية الحكم بالقصة المعروفة. ليأمر الله تعالى بعدها آدم بتحريم زواج الأخوة، ولكن فرضية زواج الأخوة رفضتها فئة كبيرة من العلماء المسلمين، فالأمر محرم منذ بدء الخليقة، ولا يعقل أن تكون ذرية آدم من الأنبياء والمصطفين نتاج زواج محرم ومنبوذ من المبدأ. لذا تم طرح فرضية أخرى وردت في الكثير من المراجع والتفاسير الإسلامية. الفرضية تقول إن الله تعالى أنزل حورية من الجنة وأمر آدم بتزويجها من هابيل، وأرسل إحدى بنات الجن لتزويجها من قابيل، فوقع الخلاف المعروف بين الإخوان. هل تذكرون ما ذكرناه حول توصل العلم إلى أن إنسان نياندرتال قد تمكن بطريقة أو بأخرى من التواصل مع بني آدم؟ فإن كان هناك فعلا أقوام سكنت الأرض قبل آدم، فهل يعقل أن الجنس البشري بشكله الحالي هو نتاج تزاوج الأخوة؟ المؤيدون لفكرة وجود بشر قبل آدم على الأرض يرون أن النسل بدأ من هنا، أي من بني آدم ذو العقل والإدراك، ومن سبقهم من البشر الغير عاقلين اندمجت صفاتهم البشرية المشتركة وولد الجنس البشري الذي امتد منذ ذلك الزمن وإلى يومنا هذا. الملفت للأمر إن أسفار العصر القديم تذكر في إحدى نصوصها إن قابيل بعد قتله هابيل هام على وجهه وهرب من العقاب، وصل إلى مدينة أسمتها الكثير من الكتب نود، وهناك تزوج مع إحدى بناتها. فمن أين أتت؟ فحتى في هذه الكتب والديانات الجدل كبير ما بين مؤيد وما بين إن كان قابيل قد تزوج أخته البشرية هي الأخرى سبقته على الأرض. فما رأيكم أنتم؟ مع أي الآراء تتفقون في هذا الأمر؟ يوصلنا لتفسير آخر لن تذكر أي الديانات وخصوصا الإسلامية، إن آدم ولد له في بادئ الأمر أولاد غير الولدين،
الذين أخبرتنا عليهم الآية الكريمة 27 من سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من إحداهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فقتل إحداهما وبقي القاتل، فهل نحن ببساطة أبناء القاتل؟ الجواب كلا. لماذا وكيف؟ أنصتوا جيدا. لم يرد نسل قابيل في أي من الديانات الثلاث، بل لم يرد له مصير بعد فعلته الشنيعة وبقي غامضا، وبذلك لا تحديد واضح بأن قابيل قد أنجب أم لا. والرأي الأعم أنه لم ينجب ذرية مع وجود رأي آخر، وأنه وإن أنجب ذرية فقد قتلت ذريته كلها في الطوفان العظيم في عهد نوح عليه السلام، فلم يبق منه ولا من ذريته أحد على وجه الأرض، فمن أين أتت البشرية؟ إذن الجواب من شيث هبة الله. اسمعوا الآن القصة المتفق عليها الأعم، فإن الديانات الثلاث وبين كل المذاهب الإسلامية تقريبا مع بعض الاختلافات البسيطة، بعد مقتل هابيل جزع آدم على مقت ولده المؤمن والذي كان يعول عليه بحمل رسالته على يد أخيه، واحتزلت حواء فترة طويلة تراوحت ما بين 100 و500 عام في إحدى الروايات، وشاء الله أن ينتهي الجزع عن آدم، فعاد وغشي حواء فأنجبت له شيث هبة الله من دون توأم أنثى، أحب إبنائه إليه وأول من أوصى إليه من الآدميين وخليفة آدم بالنبوة، ثم حملت فأنجبت يافث أيضا دون توأم أنثى، فلما بلغ مدرك الزواج وكان تحريم زواج الأخوة هنا قائما، أنزل الله من الجنة حورية اسمها نزلة، وأمر آدم أن يزوجها من شيث، فتم الزواج، وأنزل حورية أخرى من الجنة اسمها منزلة، فكانت من نصيب يافث، فولد لشيث الذكور وولد ليافث الأناث، فأمر الله بتزويج بنات يافث من أبناء شيث، أي زواج أولاد العم، فبدأ النسل من هناك، ومن نسل شيث خرج الأنبياء والصالحين. الجدل كبير والنقاش مستمر، والأكيد إننا أبناء شيث وليس قابيل، ولكن يبدو إن جينات الإجرام والتعطش للدماء عاودت الظهور وتطورت مع مرور القرون والعصور، فأضحى الإنسان أكثر دموية وأكثر وحشية، وإن حاول تجميل جرائمه تحت مسميات مختلفة، فمثل قابيل ألف قابيل، والتاريخ شاهد على ذلك. وسط كل هذه الفوضى وأمام هذا الإعجاز الإلهي في التكوين والخلق، نرى أناس منا تقف حياتهم عند آراء غيرهم، نضرب ألف حساب لما قيل ويقال عنا، نخشى الفشل في أعينهم، متجاهلين حقيقة الأرض، إن أقواما وحضارات قامت وكانت الرائدة على هذا الكوكب ثم اختفت وانتهى دورها ببساطة، كذلك كل البشر لم يدوم الحال. اضرب بكلامي تعالى عليك عرض الحائط واعمل أن تكون من الناجين، يوم تدور هذه الدنيا فيسقط هو وتصعد أنت، وتذكر هذا القول دائما، إن أصحاب العقول الصغيرة هم الذين يهتمون بشؤون غيرهم، وأصحاب العقول الكبيرة هم الذين يهتمون بالأحداث المحيطة بهم، أما أصحاب العقول العظيمة هم الذين يبحثون عن الأفكار والحقائق ومفاتيح النجاح،
والريادة في هذه الحياة.